أولى معالم الحكومة التي ستقود الدولة في الفترة القادمة اتضحت مع تعيين رئيس الجمهورية لأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفيسور عبد العزيز جراد وزيرا أول. وفي انتظار تشكيل جراد لطاقمه الحكومي بدت الآراء في الساحة السياسية متفقة حول أهلية الرجل للمنصب. نحن على كل حال نهنئه على هذه التكليف الصعب في هذا الظرف الصعب أيضا. نظن أنه يملك الكفاءة لذلك، نتمنى له الخير. الوزير الأول الذي عين وهو معروف يعني كأكاديمي وله شهادات مهمة في العلوم السياسية، تقلد مناصب مهمة هنا في البلد، عندما هُمش من طرف العصابة بقي في مجال الجامعة والتدريس كأستاذ يعني جامعي، فله خبرة يعني تكفيه من ممارسة مهامه إذا أحسن اختيار الطاقم الحكومي الذي يكون معه. تشكيل حكومة توافقية تحظى بالقبول وتكون قادرة على استرجاع ثقة الشعب هي أولى وأكبر التحديات التي تواجه الوزير الأول الجديد، الذي ينتظر منه مد جسور الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف بما فيها أولئك الذين بقوا في الحراك، على اعتبار أنه كان من القريبين منه. تم هناك في الوزير الأول يعني من الحراك ومما وقع في البلد منذ 10 أشهر كانت له مواقف جد إيجابية، وهو من المنادين لحل الأزمة وحلحلتها عن طريق الحل الدستوري وكذلك الحل السياسي، ومن ثم تبقى نظرته قريبة للحراك ويهتم بإيجاد الحلول والحوار المناسب مع يعني الحراك، وهو الذي كان قريب منه، ويترى وتترك الأمور السياسية والأمور الإقليمية والدولية للرئيس. تنتظر الوزير الأول الجديد وحكومته المرتقبة جولات وجولات لرأب الصدع الذي أحدثته الحكومات الماضية في النظام السابق على جميع الجبهات، فقد ميعت الحياة السياسية وحطمت الحياة الاقتصادية وأضعفت الجبهة الاجتماعية وحجمت من دور الدبلوماسية الجزائرية. لذلك وجب على الوزير الأول التأني في اختيار تشكيلة حكومته لتكون على قدر هذه المسؤولية.